طول النهارده كان في ماتشات في النهارده كان في ماتشين، دور ماتش ال16 منتخب السويس طبعا وسموحه. وسموحه، وده كان ماتش منتخب السويس مطلع فرق كبيره طبعا، يعني مطلع بصراحه عامل مفاجاه كبيره جدا. انا بستغرب النهارده وانا بتفرج الشوط الاول بيلعب عادي خالص، يعني فريق دوري ممتاز مميز كمان. ايوه عندهم كوكو طبعا كلنا عارفينه، محمود كوكو اللي كان حارس مرمى في محمد، ده محمد ده محمد كبير، محمد محمد محمود اللي هو بتاع سيراميكا، بتاع سيراميكا الاصغر اللي هو الاصغر، بس مميز جدا وكان في الدوري الممتاز قبل كده. بس هم فرقه جماعيه بصراحه، ياسر الكناني عامل فرقه كويسه. الشوط الاول عادي خالص يعني بيلعبوا، طبعا انا تابعت الشوط الاول قلت يعني لو بيلعبوا منتخب السويس ده بيلعب في الدوري كده كده في يصعد، الممتاز بيه يصعد مريح صح. يعني. بس طبعا سموحه خبراتها كبيره يعني، مروان خلي بالك حمدي المنتخب السويس كبير مطلع دي فيوتشر، طلع فيوتشر ومطلع جيش، ما انا بقول لك مطلع فرقتين تقال يعني. صح. النهارده سموحه عبد الحميد بسون كان مشدود جدا على الخط، وعارف يعني فرقه لما بتطلع فرق كبيره في الكاس، الكاس اصله مفاجات، بطوله المفاجات، فكان تحس تشعر ان هو قلقان جدا. لكن سموحه قدرت تحسم اللقاء الشوط الثاني، وقدروا يعدوا يعني للدور ال 16، واسف لدور ال 8. ده دور قبل النهائي كده، سموحه كده قبل النهائي. الماتش النهارده سموحه ومنتخب السويس، سموحه عدد نهائي دور الثمانيه، فكده قبل قبل النهائي سموحه وصل خلاص. ماشيين شويه دور الثمانيه وشويه دور ال 16، لخبطه برضو. ما اعرفش الكاس ده هيكمل امتى بصراحه، هو يا اما هيتكمل في شهر 9 اللي جاي ده بعد انتهاء الدوري 30/8، بس كده كده هيجي يا اما على مع الموسم الجديد كده هيجي على راحه الفرق، لان انت النهارده الدوري الجديد هيبدا نص اكتوبر. انت لما تنهي 1/9 او 30/8 يعني هيبقى عندك شهر ونص على الاقل، اللعيبه دي تريح اسبوعين 10 ايام او اسبوعين، ويعمل فتره اعداد شهر ويخش. كده انت هتضيع راحه من فرق اللي هي مكمله. فطبعا هتاثر عليهم، هتاثر عليهم الموسم الجاي يعني. بس في النهايه طبعا يعني قدروا طبعا ان هم سموحه تقدر تاخد ال